السلام، جاتكم اليوم فيديو جديد. في هذا الفيديو جبتكم اسعار المايكات في الجزائر سنه 2020. ثاني قبل ما نشوفوا المايكات هذو ما تنساوش تشتركوا في القناه اذا ما كنتوش مشتركين، وديروا جيم الفيديو. وثاني قبل ما نشوفوا المايكات هذو نحط لكم واحد الفيديو يخرج لكم من الفوق، على درت واحد الفيديو على افضل 5 مايكات لسنه 2020. ثاني اللي حاب يشوفهم، حاب يشري مايك مليح ولا يديروا يروح يشوفهم. وكاين بزاف المايكات في جهه تاع الماركت، كاين بزاف انواع كاع ما يخلصوش بزاف. كاين ماركت عالميه، كاين ماركت شي مشهوره، كاين ماركت صينيه، كاين بزاف انواع في الماركت. سما تقدر تشري واش تحب بزاف انواع، ودوك نشرحهم لكم كامل في هذا الفيديو. نبداو بالمايك الاول، هذا يدير 750000، ما على باليش اذا صح جايين كاع مع هاد العفايس ولا المايك برك بصح كاتبين 750. هاد المايك واقيلا يجو معاه، هاد المايك ثاني يدير 730000. هاوليك هادو نورمالمون جايين USB، خاطش كاين واحد النوع تاع المايكات لازم تشري له الميكسر باش يجي يمشي لك في البي بي سي ولا في بلاي ولا فاش تمشي. هاد المايك بلي USB وليك 240000. شوف بالنسبة لهاد المايكات الجودة تاعهم ماشي مليحة، فيهم الشكل برك، بالنسبة للجودة هادو الجودة تاعهم كاع ماشي مليحة. دوك ثاني دوك نشرح لكم ثاني مليح على الجوده اللي مليح. هذا المايك يدير 750000 وليك. هذا المايك هذا رخاص، يجي فيهم غير الشكل زعما الذهبي. هذاك هذا اللي قدامه 700000. المايك هذا اللي يجي الاغلبيه يستعملوه في الكاميرات من ماركه بويا. هذه الماركه شتات ليا بزاف الناس عم يهضروا عليها، عندها بزاف انواع تاع مايكات. كان المايك هذاك المايك يجي صغير تلصقوا هكذا، وعندهم هذا النوع، عندهم نوع واحد اخر ثاني. هاوليك نوع واحد اخر هذا. هاي اللي كان هذا يدير 1,250,000، فما الجودة تاعو باينة راح تكون مليحة. هاهم ليك. وثاني هذا المايك ديناميك، ماذا اللي يجي هذا يسموه ديناميك. ثاني نشرح لكم حاجة برك، بالنسبة للمايكات هذو الديناميك هذا اللي كيما هذا يدير 350,000، هذو فيهم حاجة مليحة، الصوت يعزلو مليح، بصح المشكل تاعهم لازم تقرب بزاف المايك فمك باش الصوت يتسجل. وعندهم جوده مليحه في الصوت، وعندهم عزل هايل كامل، هما من افضل المايكات في العزل. سما لي عندهم مشكل تاع عزل، بصح هذو ما يستعملوهمش الاغلبيه زعما تسجل حاجه ولا ما. هاوليك هاد المايكات هذو اللي لقيتهم جبتهم لك ثاني. هاد زوج مايكات اللي هم الاولين، هذا تاع من الاول اللي منا على اليسرى يدير 350000 من سبيريت اوف جيمر، وهذه يدير 550 من سبيريت اوف جيمر. هذو الجودة تاعهم اللهم على بالي كيفاه، ما لقيتهم يبيعوا فيهم، ماشي مولف نشوف ناس يستعملوا كيما هذو. كيما هذا راهو يدير 550 و يدير 350. عاملي هذو الاغلبية يستعملوهم اللي ما عندوش مايك في البي سي تاعو يديرهم. كاين المهم الجودة تاعهم تكون مليحة شوية، على خاطر البيج تاعهم راه غالي شويه 550 و300. بالنسبه للموديل تاعهم ماشي بالنسبه للموديلات واحد اخرى. وكاين المايك هذا اللي قدامهم الازوس روك ستريكس ماغنوس. هذا المايك كيما اللي عند اسمه بيوي يخدم به من الازوس، يدير 4,500. هاوليك هنا يدير. وثاني نسيت حاجه باش نقولها لكم دائما دائما نقول لكم اللي نسيت بلي لي بري يختلفون بلاصه بلاصه، على بالكم كل واحد شحال يبيع. هاوليك وثاني ما تنساوش تعطوني كشاف كان ندير لكم عليها فيديوهات. قولوا لي في التعليقات، دائما نقول لكم ما عطيتونيش كامل افكار، عطونا دوك هذا الفيديو كشاف افكار راكم حابين ديروا لكم على كش تليفونات ولا كش ما راكم حابين قولوا لي في هاوليك. هذا نفس المايك هنا يتباع 4,250,000، في التصويره باين خير العلبة تاعو، لاخا هاد المايك عندو صوت مليح. هذا غالي وما نبيش انا نحس الجودة تاعو، ما تستاهلش البري هذا ضحك والله. هاوليك هذا من الايكو 300، نفس المايك الواقي اللي شفناه من قبل، يعني نورمالمون نفسه يدير 490000، وهنا شفنا يتباع ب 550. هاوليك نفسه. وهذو هما لي بري اللي لقيتهم جبتهم لكم. وما لي بري ما كاش غير هاد المايكات، كاين بزاف مايكات تقدروا تجيبهم ببري مليح، بصح المايكات اللي راني نشوف فيهم يدوروا بزاف في الجزائر هادو تاع 750 و730
هادو والله ما جودة تاعهم حاسها ماشي مليحة، عشت نزربهم جودتهم ناقصة، ولا غير ناقصة. تقدر تخدم مايك تاع تليفون تاع ايفون ولا تاع اخر يجي خير منه، ماشي لازم تاع ايفون، بصح كاين مايك تاع تليفون تلقاها خير من هذا. ايه فات التصويره اللي جبتها لكم كما راكم تشوفوا، هذا المايك اللي منها تاع ازوس، وهذا تاع حاجه هنا شتو هذا اللي وراه. كاين واحد المايك مقبل جزنا عليه هنايا، استنى دوك نجيبه لكم. نسينا ما جبناهش واحد المايك، استنى هاوليك. هاني نتفكر فيه، تفكرت بلي درتو، هاني نتفكر فيه كيشت الماركة هذيك ودوك راني لقيت هاوليك. هاد المايك من الماركة هذي سامسونج، هاد الماركة بزاف مليحة من ناحية المايكات، مليحة تعطي جودة هايلة. كاين واحد تاني يخدم بهاد المايك سانكارا، ويخدم بالمايك هذا اللي حبي يشوف الجودة تاعو. هاد المايك راهو الماركة هذي بزاف مليحة في المايكات، بصح المايكات تاعها شوية غالية بصح ملاح. كيما هذا يدير 1,100,000 ديناميك، وكم موديل كوسيس واسمو. كيما قلت لكم ديناميك كيما شرحت لكم مقبل، لازم تقربهم من فمك وباش يجي الصوت مليح، سينو يجي ناقص على خاطر فيه معزل بزاف مليح. بصح هادو الأغلبية يستعملوهم للغنى ولا شحال، ما يستعملوهمش زعما واحد يدير ستريم ولا يصور فيديو في يوتيوب يستعملهم. هاي اللي كيما تشوفو هذا من هاد المايك اللي هم من نفس الماركة اللي وريت لكم دوكا سامسونج هذي. هاي ليك نفس المايك اللي من هاد الماركة، برك هذا موديل واحد آخر، هذا يو اس بي نورمالمون، وهذا ثاني يو اس بي تاع بصاصة. والله ما يعجبني الشكل تاع ازوس هذا، والله ما يعجبني، مشي شباب كامل، ما صوتو حسو شي، ما يستاهلش هذاك البري كامل، والله ما فهمش كل واحد كيف، والله ما فهم. دوك نزيد نوريكم ثاني هاد التصوير، هذا من مايك ثاني نفسه تقريبا اللي شفناه دركا، مقبل اللي يدير شحال، يدير 600,000. دوك نعاود نوريكم تصويرته هنا البري تاعو. هاوليك هذا نفسه يدير 699,000 قول 700. وثاني كيما قلت لكم لي بريم يختلفوا، ماشي زعما تروح الحانة تلقى نفس الكو. ثاني اللي حب حاجه مليحه في المايكات، ما ننصحكمش كاع بهاد المايكات اللي وريتهم لكم اليوم، هو شو المايكات هذوك تاع 700 والاخر هذوك ما ننصحكمش بيها. تحبوا مايك مليح جيبوا له كيما البلويتي ولا مايك رود ولا هايبر اكس. الهايبر اكس هذا كيما هذا هاوليك كيما تشوفوا فيه، كيما هذا المايك تاع الهايبر اكس، هذا مايك بزاف مليح هاوليك. هذا مايك فيه بزاف زوبسي وجداد، فيه عفايس بزاف مليح، وبري تاعو ثاني مليح ماشي غالي بزاف، واقيلا رخيص كامل على الازوس هذاك ولا غالي عليه بشويه، ماشي كاينش واقيلا رخص من الازوس هذاك. هذا المايك بزاف هاي، فيه بزاف عفايس ملاح، فيه شكلو شباب. سمات دوك نزيد نوريكم ثاني تصاور تاع واحد المايكات، دوك نجيبهم لكم نعاود نرجع لكم. راني عاود رجعت المايكات اللي جبت لكم تصويرات هذا المايك. وجد اصلا وجد وجد سيد رجو من هكذا شدي راكده شو جد ضحكه وحصلت مع الهضره يعني. قلت لكم هاوليك فيه كابل 600 راهو كاتبين، فيه العفسه هذه اللي تنقي الصوت، وفيه هاد العفسه تاع الجو من تحت كيما هاد لي مايك ما لقيتش لي بري تاعهم شحال يديروا في الجزائر. هاد المايك ثاني، هاد النوع المايك تاع رود كامل ملاح، حينين عندهم مايك تاع كاميرا وعندهم مايك تاع هكذا اسمع نوعي بزاف. وهاد المايك اللي معمر عليه يشكروا فيه بلويتي، بصح المشكل تاعو البري تاعو شويه غالي، على اساس شغل هو اي اس بي بري تاعو غالي، قدر تجيب واحد ماشي اي اس بي، كان موديل واحد اخر اللي قلت لكم يمشي مع الميكسر نسيت اسمو. هذاك يعطي جوده خير من هذا النوع، على خاطر تقدر تبدل فيه الصوت كيما تحب. او ديك البيوتي بيوتي، وهذا قاعد يجي اليوم ان شاء الله عجبكم فيديو فتكم به، ما تنساوش تشتركوا في قناتي ثامك الشتركين، ديروا جيم الفيديو، بارطاجيو مع اصحابكم اذا حبيتو، وزيدوا اعطوني كش افكار تاع فيديوهات راكم حابين نديرهم لكم، وشوف فيديوهاتي من قبل قولوا لي شنو الفيديو اللي عجبكم، زدنا نكملوا النوع من هذوك الفيديوهات اللي عجبكم. وهذا قاعد الفيديو اليوم، وشوف فيديوهات اللي يجيكم دركا مقترحين لجاكم من قبل دركا، والسلام عليكم. تلقاو فيديو جاي.